بالخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. حنديروا اليوم درس 20 للتلاميذ الاولى ابتدائي. نبدا مباشره. عندي تمهيد من دفتر الانشطه كالعاده. اضع حرف القاف في دائره واكتبه. قلت لكم دائما عودوا لهم تمارين تاع دفتر الانشطه، هكذا تعرفوا ولادكم باللي يعني الى فهموا ولا برك يعني كوبيه مصبوره. عندي حرف القاف، هنحوس يعني في الكلمات. هنا قدم، هاوليك قا، عنده زوج نقطات من فوق. قفاز، هاوليك القا. بطاقة، هاوليك القا. فريق، قاعة. مقاعد، مرفق. وقوي. نكتبوه هنا، حنكتبو ق في بداية الكلمة، يعني هذه لازم توضحوها لولادكم. قو في بداية الكلمة، ق راه في وسط الكلمة مي ما كانش الحرف يعني اللي لاصق فيه، يعني ما راهش لاصق فيه حرف من قبل. قن في آخر الكلمة. ق مقاعد، قا في وسط الكلمة. وعندي قن وعندي قا تاني في بداية الكلمة. عندي الكتابة اللي نوصي بها دايما تحضيري وسنة أولى. كي ندخلو سنة تانية لا كان وليدك سيبون خلاص يعرف الحروف ويعرف يقرأ الكلمات عادي، لقيتيه ما يعرفش هادو يتعاودو. ق في بداية الكلمة. عندي قو في بداية الكلمة. قي في بداية الكلمة، فتحة ضمة كسرة. عندي قا قا. عندي قو، كي نضيف لها الواو وندير لها الضمة تولي قو. عندي قي هنا باش نبينو لهم الياء هي اللي حتكون في وسط الكلمة وكي ما تكونش مشكلة ما حاش نقراوها. عندهم بزاف إشكال، اللي عندهم تلاميذ اللي عندهم مشكل في الحروف عندهم إشكال مع الياء دايما يقراوها. عندي قي، عندي قن زوج فتحات. عندي قن زوج ضمات. وعندي قن، عفوا منضبط، زوج كسرات. وعندي أق بهذه الطريقة. كي يكتبوهم يعاودوا يقراوهم، تحبوا تأكدوا منهم خلطوهم لهم. من داك قولوا شنو هذا، من داك هذا، صوتي له هذا، عاودي طلعي لهذا، إلى آخره. عندي مراجعة الحروف، عينها جيم حا سين وشين. الوضعية الأولى، لون النجوم حسب الحروف في الكلمة. عين بالأخضر، ها بالأحمر، جيم بالأزرق، الحاء بالأصفر، سين بالبنفسجي، وشين بالبرتقالي. حبيت نقول حاجة، الدراري يكونوا قراو بيان سور تحضيري من بعد طلعوا سنة أولى، ما تسناوش حتى زعما نقولوا زعما حرف الحاء ولا الجيم مازال ما داروش مع الشيخة. دونك أنا ما نتوشيهولوش، ما ندنالوش ليه، ما نديرلوش تمارين، ما نقريهولوش حتى يلحق مع شيختو. هادو ما حروف يفوت الشيخة ويديباسيها ويتعلم الكلمات ويقرا الجمل ويرتب، هذا شيء عادي. دونك ما تستناوش حتى تلحق الشيخة للحرف باش تبداو ديروا لهم في تمارين، عادي انت قريلو كيما نقولوا افونسي ما تخافيش. اول حاجه عندي شمسون، قالوا لي شاب البرتقالي، شاور راهو راهو في البدايه. دونك هذه حنلونها، هذا كلعبه يعني وتاني تاع تركيز باش تشوفوا ولادكم يعني لا فريمون راهم يركزوا. البرتقالي قالوا لي صعب البنفسجي، سن راهو في اخر الكلمه هكذا. عندي ساعات، قالوا لي السين بالبنفسجي هكذا. هذا ما كان يعني هنا واش قالوا لي، عفوا ما شفتوش عين بالاخضر.
دونك هذايا هنا قلنا العو عشب هنايا بالأخضر، العين والشين بالبرتقالي. عندي حرف الهاء بالأحمر، الحاء بالأصفر، هكذا عفوا، الهاء بالأحمر. إن شاء الله ما نكونش نسيت وما غلط حتى واحدة. كانت هذه هي الوضعية تاعنا الأولى، تمارين هكذا حلوين قلنا باش نشوفوا التركيز تاع ولادنا كيفاه. الوضعية الثانية، رتب الحروف لتشكل كلمة، مرسوم الشكل. هذه شمعة وعندي الحروف الميم الشاء العاء إلى آخره. حيقرا قل له راهم مخلطين، رتبهم لي كي يشوفها يقول لك شمعة. دونك الشا يبدا بحرف الشا، حيشوف هذا الشا، علمي يقولوا شطب عليه مور الشا واش يجي ام، وام راهو في وسط الكلمة، هذا راهو في بداية الكلمة، هذا في وسط الكلمة، هذا في آخر الكلمة. شمعة. الكلمة الثانية، سهم. عندي سا، رانا نسمعو سا، دونك سا هو الأولاني، اه دونك هذا اللي راهو في وسط الكلمة وهذا في آخر الكلمة. سهم. عندي جحر، جو اح رن. كان هذا يعني درسنا في اللغة العربية، نجوزو للرياضيات المرور إلى العشرة. عندي 9 زائد 1 شحال حيمدلي؟ حيمدلي 10. 19 زائد 1 شحال يمدلي؟ 20. رانا 10 20 30 40 إلى آخره. هما راهم يعني التلاميذ مازال ما لحقوش للربعين، راهم غير في 30. دونك يتعودوا كي نزيد 1، 9 حنزيد لها 1، نقدروا نديروا بالاصابع تاع الايادي، هم ليك 9 كي نزيد لها 1 حيولوا 10. 19 وديري له هكذا 1 في يدك، 20، 29، 1، 30، 19، 20، 9، 10، 19 في راسي 20، 29، 30، من بعد 39، 40 إلى آخره. بالتدريب 19 20 30. عندي هاد العشرة كي نقص لها الواحد، هاد العشرة حنقص لها الواحد حنلقى 9، هام ليك 10، نقصت 1 شحال نحسبهم نلقى 9. هنا كانت 19 زدت لها 1 ولات 20، 20 كي نقصلو هذاك الواحد واش حنلقى؟ حنلقى هاد 19. شوفوا شويه صعيبه على الدراري على بالي، مي انا نقولكم ما تكسروش بزاف راسكم في هاد الامور، يعني حاش زعما ان اكزرسيس هكذا في الامتحان ولا يعني حاجه شغل اسانسييل. انا لو كان ما يفهمهاش حندير خشيبات هكذا 20 نقول له نقص 1 توكور، يعني ماشي حاجه. وعندي 30 ناقص 1 حنلقى 29. هذه 29 زدت لها 1 عطاتني 30، زدت لها هذاك الواحد مدت لي 30. انا كي ولات عندي 30 حبيت نقص له هذاك الواحد، نولي ل 29. عندي 80 ثاني، هادو درتهم من دفتر الانشطه كيف كيف. اكتب العدد الذي يسبق والعدد الذي يلي. كما فهمتكم وعودتكم هي نورمالمون بالممارسه وكي نبداو يعني من الديبي وبعد تولي لهم سهله، يعني ما تجيهمش فريمون صعيبه، مي اللي تجيه صعيبه معليش كتبي له. رانا في 29، 20 21 22 23 24 25 حتى تلحقي ل 30. كي نلحقوا لا يا زعما ل 29 هكذا قولي له هاوليك 30، عفوا هاوليك 29 اهو في الوسط. واش كان قبله؟ كان قبله 28، ونروحو نحطو 28 مور 28 حتجي 30. هما تجيهم سهلة كي يحسبو 21 22
اللي قبله هو 20، هنا 18، 19، 20. ان شاء الله راهي واضحة الطريقة اللي فهمتكم فيها. وعندي 38، 39، 40. التمرين الثالث، اكمل الحساب كما في المثال. عندي 19 زائد 4، 19 ما حاش نفككوها، حتقعد في بلاصتها. حنفكك الربعة، من فكك الربعة يعني كما نقولوا دو مانيير كو باش نزيد لهاد 19 عدد، يمد لي يا 10 يا 20 يا 30 يا 40، حيمد لي 10 متتالية. هادو مع 10 20 30، ان شاء الله تكون واضحة الفكرة. حنا 4 فككناها، 1 زائد 3 باش كي ندير 19 زائد 1 حنلقى 20. من بعد 3 تقعد هنا في بلاصتها، 20 زائد 3 هي 23. نروحوا للمثال الثاني، عندي 27، 27 تقعد في بلاصتها. انا واش نروح ندير؟ يعني العشرة الموالية، ولا يعني واش حيجي مور العشرين؟ حيجي 30. انا عندي هنا 27، 28، 29، 30. دونك 27 حنضيف لها 3 باش نلقى هنايا 30. دونك 6 حنفككها بهذه الطريقة، 3 زائد 3 باش هادي تمدلي 30 و 3 تقعد هنا 3 و 30. ان شاء الله راهي واضحة. عندي 18 زائد 9، 18 ما تتبدلش، 9 حنفككها. بصح كيفاش نفككها؟ باش نضيف لهادي نلقى 20، 18، 19، 20. دونك 9 حنفككها 2 زائد عدد، هذا 2 اللي حنحيوه من 9، 2 زائد 7 حيمد لي 9. هذايا حيمد لي 20، وهنايا هاد 7 حنحطها هنايا وتمد لي 27. هذه حنفككوها باش نلقاو هنا 39 حداد الى نورمالمون 39 مور هذا الدرس. 32 زائد 2 هذا باش يمد لي 34، وهنا 7 فككناها هي 2 زائد 5 هكذا تمد لي 39. انا نقول لكم هذه هكذا نكتبها لكم، ما تكسروش راسكم وراس ولادكم فيها، نصيحة من عندي. نكملوا، عندي تمارين متنوعة. عندي تفكيك، يعني هذا التفكيك البسيط اللي لازم يعني الأطفال يعني ولادكم يعرفوه فاسيلمون. 28 هو عدد زائد عدد زائد عدد. نروحوا للعشرات، هي 10 زائد 10 تمد لي 20، وزائد 8، 10 20 زائد 8. هادو عودوهم عليهم يعني حيقعدوا يقراوهم، يعني ماشي حاجة يعني اللي فريمون صعيبة. 36، 30 هذه هي 10، 10 10 10 20، 30 زائد 6 هو 36. 10 20 30، نحط 30 زائد 6. 15 هو 10 زائد 5. عندي اكتب بالحروف، عندي 18 عودوهم يبداو يكتبوا. ما نية عشر، من الأحسن يكون التشكيل تاعهم بالأخضر. 39، عندي 20، عندي 31، عندي 14،
عندي 32، عندي 11، وعندي 26. يعني هادوما يعني معاهم بشوية، كاين اللي يعرفوا يديروهم فاسيلمون، كاين اللي ما يعرفوش، كاين أربعة ما يكتبلكش أربعة، كاين ثلاثة ما يكتبوش الواو، يعني كل واحد كيفاش يكتبهم بشوية بشوية. أنا مديتهم لكم يعني باش نذكركم بهم، يعني دي فوا ننسى، كاين أمور يكونوا في بالي وننسى، كي تكون عندي هكذا الفرصة دايما ندير تمارين يعني باش نفكركم يعني النوعية واش لازم ولادكم يكونوا على بالهم بهم. عندي غرس فلاح 8 أشجار تفاح وزاد 5 أخرى، ما هو عدد الأشجار التي غرسها الفلاح؟ هذا الفلاح غرس 8 أشجار تفاح وزاد غرس 5 واحد أخرى، شحال عنده يعني شحال عدد الأشجار التي غرسها الفلاح؟ قولوا لهم وشنو هي العملية اللي نديروها، الزائد ولا الناقص؟ يعني كي تلقاوهم هكذا حابسين ما عرفش كيفاش يجاوبك، قولوا واش نديرو، الزائد ولا الناقص؟ يقول لك زائد. واش ندير زائد؟ يقول لك 8 زائد 5 ولا، المهم يعني بهذه الطريقة حتى يفهم. 8 زائد 5 13. عدد الأشجار التي غرسها الفلاح هي 13 شجرة تفاح. هو كي يكتب 13 وحاولي معاه باش يكتب شجرة بزاف. كان هذا درسنا لنهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. نتلاقاو المرة المقبلة بإذن الله، نقولكم تهلاو في رواحتكم في وليداتكم وسلام.